حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت أسعار خامي البصرة في تداولات اليوم بنسبة تتجاوز 4% متأثرة باضطرابات القطاع المصرفي. انخفض سعر خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا ليصل إلى 67 دولارا و13 سنتا للبرميل الواحد، بينما انخفض سعر خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا أيضا ليصل إلى 70 دولارا و91 سنتا للبرميل الواحد. فتحت بورصات النفط في تعاملات الثلاثاء على تراجع أسعارها في ظل مخاوف القطاع المصرفي في أوروبا والولايات المتحدة من مزيد من الانهيارات. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار لتصل إلى 73 دولارا و5 سنتات للبرميل. وفي الاتجاه نفسه تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار لتصل إلى 67 دولارا و13 سنتا للبرميل. هذا وأظهرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس خفضا في تقديراته لأسعار النفط الخام خلال عام 2023 وسط مخاوف الركود والأزمة المالية لدى بنوك عالمية. كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن خسائر تعرض لها مستثمرون من السعودية وقطر جراء انهيار مصرف السويسري كريدي سويس. هذا وأشارت الصحيفة إلى أن دولاً في الخليج باتت من أكبر الخاسرين من تراجع الأسهم المالية منذ انهيار بنكين أمريكيين الأسبوع الماضي. وأكدت أن انهيار مصرف كريدي سويس أدى إلى ما وصفته بحرق مليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية وعلى رأسها السعودية. وأكدت وول ستريت جورنال أن استحواذ مصرف يو بي إس على مصرف كريدي سويس قضى على الاستثمار السعودي تقريبا على حد وصف الصحيفة. وافق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 2,900,000,000 دولار لسريلانكا التي تخلفت عن سداد ديونها في العام 2022. وقال الصندوق إنه وافق على برنامج مدته 48 شهرا وحوالي 3 مليارات دولار، مضيفا أنه تم صرف قسط أول قدره 333 مليون دولار للحكومة في سريلانكا. من جهتها أعربت الرئاسة السريلانكية أنها تسعى لإعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح. تعتزم شركة أمازون إلغاء 9,000 وظيفة أخرى مما يزيد من موجة تسريح العمال التي تجتاح قطاع التكنولوجيا في الوقت الذي يجبر فيه الاقتصاد غير المستقر الشركات على تقليص حجمها. ستكون أمازون بذلك قد ألغت 27 ألف وظيفة في الأشهر القليلة الماضية أو 9% من قوتها العاملة والبالغة 300,000 موظف تقريبا، فيما يمثل تحولا جذريا بالنسبة لشركة لطالما تباهت بقدرتها على توفير فرص العمل. وتركزت التخفيضات الأخيرة على قسمي الحوسبة السحابية والإعلان المربحين للغاية، واللذين كان ينظر إليهما على أنهما لا يمكن المساس بهما، إلى أن دفعت المخاوف الاقتصادية العملاء إلى التدقيق في إنفاقهم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.